السلام عليكم عوده ثانيه. اسم هذه فيديو خفيفه ظريفه كما كنت نوري لكم في هذيك تاع هاكني تاع سيتي فارم. هذا اسمه فلاور ماركت. شاك ديمونش يجوا الناس لهنا يبيعوا الورد. ودوك ندخل للداخل ونوريكم. راكم تشوفوا من بعيد لهي. دوك ندخل للداخل في الماركت ونشوفوا يعني اللي يحب الورد ولا اللي يحب يشري الورد. اسمع حجة وفرجة اللي يحب يجيب ولاده للسيتي فارم ويجي لهنايا ثاني كاين يسمى بالديمونش. هذيك بين الحلبة تاع البلاد هذه. كيما راكم تشوفوا هذه الدخلة تاع الماركت. يبيعوا لي بلونت الورد. مش هيك كاين بزاف الناس هنايا باش تدخل لواحد الداخل. اسمح لي وهذه اسمها الدفلة. قال لك لا يعجبك نوار الدفلة في الواد داير الضلايل ولا يعجبك زين الطفلة حتى تشوف البعايد. البلاغ بالمطروحة والزيتون. شجرة تاع الزيتون تسوى 10 باوند هنايا. الياسمين. من كل نوع. كاين دي بلونت انا عمري ما شفت في حياتي. يا سعدو اللي يحب الورد. لي بلونت على كل نوع. الور اللي يحب الورد ماذا به يجي فلاور ماركت في هاكني. سي لو ديمونش شاك ديمونش. Basically the last of the beanies up here today, no girls coming away going. 2 for a tenner. إيه كما كنت نقول لكم حجة وفرجة اللي يجي لهاكني ما نوريك هاكني فارم يجي لهنا للورد. شفت لك نهار شباب كان تكون متعة للعائلة. زني في الفلاور ماركت. ان شاء الله تكون عجبتكم هذا الفيديو.
keep me posted. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.